يوتيوب. Workout. I look up workout in YouTube. شفت شوية features كده فيه. من أهم الفيتشرز بقى اللي موجودة في التي في انه عمل شراكة عالمية مع ابل، خلى الايفون بيكونكت على التي في زيه زي الاندرويد بالظبط عن طريق حاجة اسمها سكرين ميرر. تعال نشوف. نانو سيل ال جي في A7 و A9 بروسيسور، بيعمل سولف لأول البيكسلز موجودة على السكرين، فبيدينا الامج بتاعته after 4 levels of filtration. فاكرين الحركة اللي بندوس عليها كده على التي في بتدي الوان؟ الاي دي اس ده بصوا مفيش اي change في الكالرز. الاي دي اس بقى بيحافظ على ثبات الالوان في السكرين، عشان كده لما بنضغط عليها مفيش اي تأثير ممكن يحصل في السكرين. نانو سيل عملوا موضوع حلو قوي ان هو خليك تشوف 180 degrees من الجنب، ومن الجنب التاني برضو اكنك قاعد قدام التي في بالظبط.